السلام عليكم، شو بالجزاد كالعادة معكم. رانا ولينا نتكلموا على المقابل، البطولة الإيطالية، بطولة فرق العريقة، بطولة الألقاب، بطولة لاعبين كبار اللي فاتوا على هذه البطولة الإيطالية اللي كانت فرق مسيطرة في أوروبا، خاصة انتر ميلان، جوفنتوس، نابولي. فرق هذو فرق اللي فاتوا عليهم نجوم كبار، يعني كاين فرق كبيرة، كاين بارما، كاين فرق. بصح حنا نذكروا اليوم غادي نتكلموا على المقابلة اللي تلعبت لانتر اوندينيزي. الفريق هذا اوندينيزي، الفريق العنيد، فريق اللي يوقف الفرق الإيطالية الكبيرة ند للند، وجه لوجه. وين شلنا اليوم الشوط أول ما بين اوندينيزي وانتر، لانتر الفريق اللي لم يستطيع ان يسجل الهدف الدقيقه، خاصه بعد الاقصاء تاعو. وشلنا شويه المورال تاع اللاعبين اللي ما راهش مليح. شلنا كيفاش لانتر اليوم في الشوط الاول، اوندينيزي اللي ضيع اهداف في الشوط الاول، بادر بالهجوم وين نقص التركيز، ما عرفوش كيفاش يسجلوا رغم ان المساحات كانت كبيره في الدفاع وفي وسط الميدان، قبل ما يتفطن لها المدرب ويعاود في الشوط الثاني كيفاش دخل بخطه مغايره، خطه اللي غلق بها شنو نلعب 4-3-3، عرف كيفاش يغلق الوسط، يعرف كيفاش في الهجوم يعني. وشلنا اوندينيزي لعب بخطه تقليديه وهي 4-4-2 اللي كانت غادي تجيب له الثمار لولا العوده تاع اللاعبين تاع الانتر اللي عاودوا نظموا الصفوف تاعهم ودخلوا بكل قوه في الشوط الثاني. وشناهم كيفاش في الاحصائيات شنا اللي كان الاحسن هو الانتر. اونديليزي ما كانش بيناتهم بزاف، بصح اش لا، انتر اللي كان يبادر، كان يحوس باش يفوز بالمقابله حتى الدقيقه 76، وين ايكاردي اللي سجل الهدف عن طريق ضربه جزاء، وين ضربه جزاء كانت شرعيه. وشلنا في كيفاش اللاعبين تاع اوندينيزي كيفاش بعد الهدف كيفاش حلوا اللعب وقعدوا يلعبوا في الهجوم، لكن بعد فوات الاوان عرف الانتر اللي عرف كيفاش يغلق كل منافذ في الدفاع، يعني ما عطاش الفرصه للاعبين تاع اونديليزي باش يسجلوا باش يلعبوا، ما عطاهمش الفرصه، ما خلالهمش مساحات، غلق عليهم كل المساحات، خاصه وين عرفوا كيفاش يتمركزوا في وسط الميدان والدفاع. وقعدوا الانتر حتى رجعت ولات تلعب بخطه كيما نقولوا حنايا الهجمه المعاكسه، وش انهم قعدوا يلعبوا بالهجمه المعاكسه وكان لهم ذلك، وعرفوا كيفاش يوقفوا خطوره اونديليزي بعد الهدف. الانتر عرف كيفاش يحافظ على النتيجه باخف الاضرار بعد الاقصاء، بعد المشاكل اللي صراو له هذه السيمانه. شلنا كيفاش شتنا الصحافه تكلموا، قال لك مشاكل كبار كانوا عندهم بعد الاقصاء. وشلنا كيفاش الانتر كيفاش عرف كيفاش يحافظ على النتيجه تاع الهدف، على المكسب اللي سجله في الدقيقه 76 ايكارتي، اللي عرف كيفاش نقولوا حنايا المدرب عرف كيفاش يعاود يرجع اللاعبين ويقلب بالخطه، الى عرف كيفاش يغلق في وسط الميدان في الدفاع وقعد يجري في المقابله بالهجمات المعاكسه. وشلنا كيفاش اونديليزي نقولوا باللي ضيع اليوم تعادل، هذه هي، وهذه هي البطوله الايطاليه قويه باللاعبين تاعها بالانديه تاعها. صحيتو وربي يحفظكم.